السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء توقفها عن بث الندوة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمملكة، والتي تفاجأ المغاربة بغيابها يوم الخميس لأول مرة منذ انطلاق الجائحة قبل أزيد من 3 أشهر. وأوضحت الوكالة الرسمية في بلاغ لها أن توقف بث هذه الندوة يأتي تزامنا مع اقتراب نهاية مرحلة الحجر الصحي بالمملكة، مشيرا إلى أن حصيلة الحالة الوبائية سيتم تقديمها عبر قصاصات على غير الحصيلة 10 صباحا، وكذا عبر القناة التلفزية إن 24 وإذاعة ريم راديو التابعة للوكالة. لاماب أشارت في بلاغها أنه سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على إبراز عدد حالات الشفاء والوفيات، معتبرة أن ذلك يقدم تصورا أكثر أهمية بخصوص الحالة الوبائية في المغرب. ويأتي هذا القرار المفاجئ الذي أثار غضب المغاربة، خاصة أنه جاء دون مقدمات في ظل ارتفاع المصابين بكورونا بشكل غير مسبوق، خاصة في الأوساط المهنية والصناعية.